ودلوقتي تعالوا نشوف مع بعض تقرير عن الدكتور عادل صادق، وهو طبعا علم من اعلام الطب النفسي في مصر وليه مؤلفات نفسيه في غايه الاهميه. تعالوا كده نشوف مع بعض تقرير ونرجع على طول نكمل حلقتنا معاكم. للنفوس أسرار، وليس كل إنسان باستطاعته فك شفرتها، لكنه بعبقريته وعلمه غاص في أعماقها ليكشف لنا عن الكثير من تفاصيلها. هو الطبيب النفسي والكاتب الدكتور عادل صادق، الذي يعد علماً من أعلام الطب النفسي في مصر، كما كان يحمل بداخله روح الكاتب والأديب. حصل على الدكتوراه في الأمراض العصبية والنفسية عام 1973، تمثلت عبقريته في قدرته على الشرح والتحليل ببساطة وعمق، وكان لديه القدرة على نقل علمه وخبرته وتجاربه بسهولة. كان هدفه في الحياة هو توعية المجتمع بالأمراض النفسية وكيفية مواجهتها. أيها الإنسان، لن تدرك المعنى الحقيقي للحياة من غير وجود رفيق لحياتك، فحافظ عليه بأي ثمن، لأن وجوده، مجرد وجوده في حياتك، هو اللي هيديك المعنى الحقيقي القيم الجميل لحياتك. ألف العديد من الكتب المبسطة، مما أهله للحصول على جائزة الدولة التقديرية في تبسيط العلوم عام 1990. من أشهر مؤلفاته كيف تصبح عظيماً، كيف تنجح في الحياة، الطلاق ليس حلاً، وغيرها من المؤلفات. شغل خلال رحلته العديد من المناصب، فكان الأمين العام للجمعية المصرية للطب النفسي، والأمين العام لاتحاد الأطباء النفسيين العرب، وغيرها من المناصب. من أقواله: أجمل ما في الحياة تحقيق الأحلام، ولكن الإنسان لا يموت حين يفشل حلمه، بل هو قادر على أن يحلم من جديد.